حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت انسان يستاذن في بيت حفصه فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"